مرحبا، يعطيك العافية، إن شاء الله تكون بخير. هذا التسجيل حيكون التأمل. الموسيقى مش عم تزبط، مع إنها يعني اخترت واحدة محمية بحقوق النشر، بلشت أحطها صارت لأنه أنا ما بعرف بالموبايل كيف إنه التشغيل التلقائي. مهم، قلت بدي إنه يعني على النهاية وإني أرجع أعيدها، فصارت دعايات، ولما خلصت راحت على أغنية تاني قصة. فعشان أخلص من هاي الشغلة، عشان أنجد شغلة الدعايات بنص الموسيقى، وأخلص إنه محمية بحقوق النشر ولا لا، لأنه لازم تكون موسيقى محمية بحقوق النشر. اليوتيوب بدقر على هاي الشغلة، فأفضل إنه أنتوا هلأ حطوا، لما تعمل التأمل حطوا موسيقى هادية هيك من بترتاحوا لها، هيك يمكن أفضل. كل واحد بيعمل التأمل بالموسيقى اللي بحبها، يعني الهادية. وحتى إذا بدكم ولع شموع برضو بتكون هيك، مش مو كتير طاقتها حلوة يعني. ويلا خلينا نبلش. اقعدوا بمكان هادي وما يكون في ازعاج، يعني ما حدا انه بيجي بدق عليكم او بيناديكم. والنور بيكون خافت عندكم بالغرفة، يعني الأفضل بالليل. وإذا كان بالنهار برضو أفضل أنكم يعني تسكروا الستاير، إنه تكون الإضاءة خفيفة. يعني هذا التأمل حيكون لقائكم توأم شعلتكم بالبعد الخامس اللي هو العالم الروحاني. اقعدوا بوضعية مريحة لكم، إن كان متبددين أو قاعدين على كرسي اللي بريحكم، هذا أهم شيء. حتى ملابس مريحة أفضل. ورح نبلش التأمل بالتنفس العميق البطني 3 مرات. اللي ما بيعرف التنفس البطني، إنه الشهيق تدفع بطنكم لقدام مع الشهيق، لما تاخدوا تدفعوا هيك لبرا على قد ما بتقدروا، ومع الزفير تشفطوا لجوا. احنا باللهجة الأردنية بنحكي تشفطوا البطن، بتدخلوا لجوا. طبعا ما حبس النفس كمان، انه زي الشهيق، يعني انه بتاخدوا الشهيق خلوا البطنكم لبرا، تخلوه على هاي الوضعية، بعدين مع الزفير بتدخلوه لجوا. الشهيق والزفير حيكون من الأنف، والشهيق 4 ثواني، حبس النفس 6 ثواني، وزفير 8 ثواني. غمضوا عينيكم بهدوء، خدوا نفس. شهيق 2 3 4، احبسوا النفس 2 3 4 5 6. زفير 2 3 4 5 6 7 8. شهيق 2 3 4، احبسوا النفس 2 3 4 5 6. زفير 2 3 4 5 6 7 8. آخر مرة شهيق 2 3 4، احبسوا النفس 2 3
أربعة خمسة ستة زفير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هلأ رجعوا تنفسكم لوضعه الطبيعي وخليكم مغمضين عينيكم. تخيلوا أو حسوا نور إلهي كتير حلو. أي لون بيجي على بالكم؟ اسمحوا لهذا النور بينزل من راسكم من فوق كأنه شلال، وبينزل لجبينكم ولعينيكم ولأنفكم ولتمكم، وبيعبي راسكم من الخلف. بعدين هالنور المقدس بينزل لرقبتكم وشوي شوي بينزل لكتافكم، وأي صوت غير عن صوتي خلوه بالخلفية بس ركزوا على صوتي. هذا النور لما بينزل لكتافكم حسوا بالاسترخاء التام، وحسوا كتافكم عم تنزل لتحت، وكل شي موتركم عم بروح لبعيد بعيد. واسمحوا لهذا النور ينزل لإيديكم وأصابع إيديكم. بعدين هذا النور بينزل لمنطقة القلب، حسوا بقلبكم قدي مليان حب ونور. بعدين اسمحوا للنور الإلهي إنه ينزل لبطنكم وحوضكم ولإجريكم ولأصابع إجريكم، وتخيلوا هذا النور بينزل للأرض كأنه بضرب جذور فيها. اسمحوا لكل عضلة وكل خلية وكل ذرة بجسمكم إنها تسترخي، وحسوا بالاسترخاء العميق. هلأ تخيلوا أو حسوا حالكم بغابة كتير حلوة فيها أشجار وأزهار وورود، وفروع الأشجار متشابكة مثل القوس، واسمعوا صوت العصافير وصوت الحيوانات، واسمعوا صوت نسمات الريح بتدغدغ خدودكم، وحسوا بأشعة الشمس الذهبية بتلامسكم. بهالغابة بتلاقوا قدامكم ممر أو طريق، ممكن يكون الطريق ترابي أو ممهد اللي بتشوفوه هو الصح بالنسبة لكم. أول شي بتشوفوه هذا الطريق امشوا فيه، وانتو عم تمشوا بتلاقوا حيوانكم الروحي spirit animal، او مرشدكم الروحي spirit guide، او ملاككم الحارس guardian angel. وخليكم ماشيين بالممر انتو وياهم لحد ما تلاقوا نهر. مية هذا النهر كتير صافية ونقية، وبيقطع هذا النهر من الضفة للتانية جسر. وبنص الجسر في كرسي بنش زي اللي بيكون بالمنتزهات، أو كنبة لاف سيت بتوزع لشخصين. بتكون واقفين على ضفة النهر على طرف الجسر، وعلى الضفة الثانية بتلمحوا شخص عم بيطلع عليكم. هذا الشخص هو توأم شعلتكم.
ممكن تشوفوا ملامحه كإنسان بوضوح، أو ممكن تشوفوا الهاير سيلف تبعته، أو حتى ممكن إنه تشوفوا ككرة من النور. كله صح. بتمشوا الجسر وتوأم شعلتكم كمان بيمشي صوبكم وباتجاهكم، وامشوا لحد ما تتلاقوا انتو توأم شعلتكم بالنص عند الكرسي او الكنباية. بتسلموا عليه وبتقعدوا مع بعض وانتو محاوطين بلهب بنفسجي حواليكم. هذا اللهب البنفسجي الفيولت فليم هو شرارة حبكم الأزلي. احكوا اللي بدكم يا إله، وهو كمان ممكن يحكي معكم. تحدثوا مع بعض وعبروا عن مشاعركم، وممكن تمسكوا إيدين بعض أو تحضنوا بعض أو أي شيء حابين تعملوه. هذا وقتكم الخاص مع توأم شعلتكم، ورح أترككم شوي مع دقيقتين. هلا بعد لما خلصتوا حكي حوار شيق مع توأم شعلتكم، بتقوموا انتوا وياه من الكرسي او الكنباية، بتمشوا لضفة النهر، وبتمشوا بطريق مزين بالورود على اليمين والشمال، وحواليكم ملائكتكم الحارسة، ملاككم الحارس الخاص فيكم، والملاك الحارس الخاص بتوأم شعلتكم. وبآخر هذا الطريق في قصر كبير لونه ذهبي، بتفوتوا عليه وبتلبسوا انتو وتوأم شعلتكم عباية إلها طاقية، العباية المغربية. وبلاقيكم هناك جوا القصر بغرفة كتير كبيرة شخص حكيم، وبيمسك ايديكم انتو وايد توأم شعلتكم وبيشبكها مع بعض، بربطها برباط او حبل صغير او خيط خميل، يعني خيط ثيك
بالإنجليزي لونه أحمر. بحكي لكم الحكيم إنه هذا الرباط أو الخيط هو رباط حبكم المقدس اللي مش ممكن ينقطع أبدا. وبتشكروا الحكيم على كلامه، وبعدين بتطلعوا حواليكم بالغرفة اللي بالقصر، بتشوفوا كرسيان عرش، بتروحوا انتو وتوأم شعلتكم كل واحد بقعد على كرسي جنب بعض، والرباط مربوط لسه بإيديكم لأنكم انتو الملك والملكة، وهذا العرش هو عرش مملكتكم المقدسة لما يتم اتحادكم الكامل. استشعروا الحب الغير مشروط اللي بينكم، وكمان استشعروا السعادة تغمر كيانكم وروحكم اللي هي روح واحدة، وحبكم انتو لتوأمكم وحب توأمكم إلكم أبدي طول العمر وطول الوقت وحتى بتعدى الزمان والمكان. استشعروه بكل كيانكم. الحب الغير مشروط والسعادة. هلأ حطوا إيديكم على قلبكم وتنفسوا تنفس عميق مع ابتسامة على وجهكم، وحسوا بالحب غامر قلوبكم وروحكم. انتو النور، انتو الحب. استشعروا كل ذرة من كيانكم. وهلا رجعوا وعيكم للغرفة شوي شوي، وحركوا أصابع إيديكم وإجريكم وفتحوا عينيكم لما تكونوا جاهزين.